درسنا اليوم هو نشاط للمشاركة في تنظيف مدينتنا الجميلة حتى تكون أبهى وأجمل. أليست هذه وظيفة عمال النظافة يا جد عجوة؟ لماذا نقوم بالعمل إذا كان على أحدهم القيام به؟ لأننا يجب أن نساعد الجميع يا برحي. وسوف نعلق تلك الملصقات على صناديق القمامة حتى نرشد الجميع ليلقوا القمامة في المكان المخصص لها. عظيم، لنبدأ العمل ونلتقي بعد ساعتين. شعرت بنشاط وسعادة لأني أشارك في نظافة البيئة. ولكني قلق على برحي، لقد تأخر كثيراً، يجب أن نبحث عنه. ها هو هناك، لقد ترك التنظيف حينما شعر بالجوع مثل كل مرة. ماذا تفعل يا برحي؟ إنني أحاول أن أساعدكم، ولكن بطريقة مسلية. التسلية في العمل الجاد قد تكون استهانة وتسبب كارثة. لا تقلق، سوف أجمع القمامة التي سقطت خارج الصناديق في الطريق للمنزل وألحق بكم. ما هذه اللعبة التي تلعبها؟ لعبة جمع القمامة، إن سقطت في السلة أحصل على نقطتين، أليست مسلية؟ وماذا إن لم تفلح في إلقائها مرة ومرات؟ وماذا إن قلدك الأطفال الآخرون؟ سوف تصبح المدينة كلها قمامة خارج الصناديق وتمتلئ بالحيوانات الضالة، مما سيشوه المدينة ويزيد من نسبة انتشار الأمراض والأوبئة. كل هذا بسبب لعبة صغيرة مسلية؟ أقوم بالعمل بدلاً عنك، فمن علي أن يجمع تلك القمامة سواك؟ أنا فقط أحاول مساعدة عامل نظافة مثلك. هل تعتقد أنني عامل النظافة وأنني أتيت فقط لتنبيهك؟ أم تراني شخصاً آخر؟ هيئتك هيئة عامل نظافة، وإن كانت نظرتك مريبة بعض الشيء. ألا تعرف أنني أستطيع السفر بك عبر الزمن لرؤية مستقبلك؟ هي فكرة جميلة، ربما سوف تصبح لعبة إلقاء القمامة لعبة عالمية مسجلة باسم لعبة برحي لإلقاء القمامة. لكن لدي شرط واحد للسفر للمستقبل، وهو أن الرحلة لن تنتهي إلا بجملة واحدة منك، وهي: لن أفعلها مرة أخرى، وسوف أجعل مدينتي جميلة نظيفة. ولما لن يعجبني المستقبل بعد شهرة لعبتي؟ إذن أنت موافق على الشرط، لن تعود من المستقبل إلا بجملة: لن أفعلها مرة أخرى، وسوف أجعل مدينتي جميلة نظيفة. أوافق. لقد تأخر الوقت وبرحي لم يعد للمنزل. هل أنتم متأكدون من أنه وعد بالعودة إلى هنا؟ نعم يا جد عجوة، بعد أن وعدنا بأن يجمع أي قمامة في طريقه ويضعها في سلة المهملات. لكنني أخشى أن يقوم بنفس لعبة إلقاء القمامة وأن يكون قد نسي موعدنا وتسبب في فوضى كبيرة حول صناديق القمامة. لننتظر قليلاً ثم بعدها نخرج للبحث عنه. أين أنا؟ هل حقاً ذهبت للمستقبل؟ وهل حقاً قابلت ذلك الرجل الغريب؟ أنت كما طلبت يا برحي، في مستقبلك. وما هذه الرائحة السيئة؟ وما هذه الأكوام من القمامة خارج السلال؟ هذا هو مستقبل لعبتك يا برحي، لقد توقف الأطفال والكبار عن الاهتمام بإلقاء القمامة في السلال وأصبحت لعبتك هي الأشهر. لكنني لم أقصد سوى التسلية واللعب، وكنت سأقوم بجمع القمامة التي تسقط خارج السلة فيما بعد، أو سيقوم بجمعها عامل القمامة. لكن اللعبة أعجبت الجميع، ولم يفعل أحد ما كنت تظنه، وكلما أتى عامل القمامة ليقوم بجمعها يجد قمامة أكبر خارج الصندوق، ولم يستطع العمال أن يجمعوا كل تلك القمامة بسبب انتشار لعبتك في كل المدينة. الروائح لا تطاق، أكاد أختنق. هل تريد العودة إلى الماضي وترك لعبتك المفضلة؟ كنت أحسب المستقبل جميلاً وأكثر نظافة وبه الكثير من التكنولوجيا والخدمات. المستقبل هو نتيجة لما تفعله في الحاضر يا برحي، وحاضرك تسلية بالقمامة، وهذا هو حصاد فعلك. يا سكان المدينة،
توقفوا عن اللعب بالقمامة، المدينة سوف تمتلئ بالقاذورات وأيضاً القوارض. لا أحد هنا يسمعك يا برحي، الجميع مستمتع بلعبتك التي اخترعتها أنت، إلقاء القمامة، ولا أحد سوف يقوم بالعمل نيابة عنك، ولا أحد آخر سوف يجمع ما تلقيه خارج السلة. حسناً، سوف أجمعها كلها، ولكن أرجوك أعدني إلى حيث كنت. أنت تعرف كلمة السر جيداً. لن أفعلها مرة أخرى، وسوف أجعل مدينتي جميلة نظيفة. انظر يا جد عجوة، برحي يجمع القمامة في الحي كله. يبدو أنه يحاول الاعتذار عن لعبته بشكل عملي ويقوم بتنظيف الحي. عمل عظيم يا برحي. ساعدني يا طمور، المدينة سوف تتحول لقومة قمامة، يجب أن ننظفها قبل أن تنتشر الأمراض. اهدأ يا برحي، لقد أصبح المكان نظيفاً، ماذا تفعل؟ أين هو؟ أين عامل النظافة الغريب؟ ألسنا في المستقبل؟ أي مستقبل يا برحي؟ كل حاضر يصنع مستقبله، لكننا ما زلنا في الحاضر، وأنت تأخرت بعد أن تركك تمور وتمورة لتعيد القمامة للصندوق. ها؟ عدت من المستقبل؟ الحمد لله، كادت المدينة أن تضيع وسط القمامة، لقد أنقذت المدينة. بالتأكيد أنت منقذ المدينة من القمامة يا برحي. وتعلمت درساً جديداً، ألا تنتظر أحداً ليقوم بما يجب أن تقوم به، وأن نظافة المدينة تتوقف على سلوك أهلها حتى تصبح مدينتنا جميلة ونظيفة.